توحشتك يا سيف، توحشتك يا غالي، حرموني منك انت في عز شبابك. لكن لا، آن الأوان، خد بطارك يا سيف. حمدية فاكرة أنها عملت اللي عملته ونامت وارتاحت، لكن لا، هاجلي جنومها، هخليها تعيش متحسرة العمر كله زي ما حسرتني على أخوي. هضربها على قلبها كيف ما ضربتني على قلبي. طلع قطة رشاد. حاضر يا خالد. شايفش اللي بيحصل؟ هو حصل ايه؟ دهيته يتحبس هنا يومين تلاتة، هيطلع البلا الازرق اللي بجدته دي. لا يا جدي، احنا لازم نشوف مستشفى في جنة يتعالج فيها زي ما اتفقنا. ها برضو يقعد هنا يومين تلاتة، لو ما تعدلش يروح المستشفى. قلبي عندك يا بنتي. نفسي فيه. نفسك في ايه يا دنايا؟ نفسي انام على صدرك ابكي ابكي ابكي. تعالي يا بنتي، تعالي تعالي، بس من غير بكى يا حبيبتي. يا بنتي انت مش لاقي عينيكي، كان مدر عليك اللي انت شفتيه ده. انا عارفه بس ايه اللي خلاكي تروحي مصر. مقدر ومكتوب يا ايوه يا بنتي ايوه. من يوم يا دنايا ما رحت مصر وانت ما شفتيش يوم حلو في حياتك. بقول لك ايه يا دنايا، ما تيجي تقعدي جنبي هنا وتجيبي العيال يقعدوا معانا بدل الشحطه اللي انت فيها دي. انا فعلا بفكر في كده، بس ولدي شد حلو يخف من اللي هو فيه. انزل مصر اوضب حالي واجيب ولادي واجي اعيش هنا. سعادتك، هي خدت ابنها وسافرت على البلد. انت عارف هتعمل ايه؟ طبعا يا فندم. عاوزك تخلصني من الموضوع دوت باسرع ما يمكن. اوامر سعادتك يا باشا. اتفضل. خد يا احمد يا ولدي، افتح خشمك. مش عايز اكل ياما، انا عايز اطلع من هنا. يا ولدي افتح الباب. حبيبي عشان خاطري استحمل يا احمد. طب اقول لك على حاجه. قول. احنا ننزل على مصر وانا هقعد في الاوضه مش هخرج منها. يا حبيبي يا ولدي، احنا هنا قاعدين في وسطنا في مصر ما عندناش حد وما اعرفش حاجه للهباب اللي انت بتاخده ده. احب على رجلك يا ابا، احب على رجلك، احب على رجلك انت وعلى يدك. اعمل معروف، ما تزودش هم هموم. اعمل معروف يا ولدي، كفايه اللي انا فيه. يا ابا يا ابا، انا بتعذب يا امه وانا كمان بتعذب.
خلاص يا أمه، ما دام انت كمان بتتعذبي وانا بتعذب يبقى ننزل مصر وانا اسمع كلامك. طب بقول لك ايه يا احمد، استنى عليا نقعد يومين هنا واخدك من يدك من وراهم من ورا خلانك وجدك وننزلوا على مصر. ها قلت ايه؟ كيف ما حرقت قلبي؟ لازم احرق قلبها. اموريني يا بنت عمي. اكري لنا حد يهتاوي بنتها من بعيد زي ما عملتها من بعيد وطلعت منيها زي الشعره من العجين. غالي والطلب رخيص يا بنت عمي. عيني مش هتغمض ولا قلبي هيرتاح الا لما ناري تبرد يا رمزي. اعتبري قلبك ارتاح خلاص ونامي واشبعي نوم. اديني فرصه يومين ادور على اللي ينفذ وبعدها مفيش مشاكل خالص. خد الوقت اللي يكفيك والفلوس كمان ما تشيلش همها. الحقني يا رشاد، الحقني يا راشد، الشنطه ولعت والكسب بالنظافه يا ولاد. تسحب النظافه يلا في ايه؟ يلا يا مات بس يا شيخ يا شعب ويوم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مش ده برضه بيت الاستاذ احمد ابن الست اصهار؟ ايوه هو. طب انا جاي عشان اعالجه واديه للحقنه. طب اهلا وسهلا، اتفضل 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 اتفضل. ها المفتاح اهو، الاوضه اهي، انا مستنياك تحت. شكرا يا حاج. انتوا مين؟
خليك مرتاح يا استاذ احمد، احنا هندي لك الحقنه وهنمشي على طول. حقنه ايه؟ هتكون حقنه ايه يعني؟ حقنه هتهديك وتريحك للاخر. انتوا مين اللي بعتكم بالظبط؟ هو في حد كلمنا وقال ان اسمه الست ازهار، وتقريبا قالك كده ان اسمها الست ام انور. قال هو مش انت احمد ولا احنا غلطنا في العنوان؟ ايه انا احمد. طب يا ابو حميد انت خايف من الحقنه ولا حاجه؟ لا بس. طب يلا ايدك بقى. مع السلامة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. يا ساتر يا رب. هو العيال بيقولوا ايه؟ بيقولوا طفوها، بس ياك ما يكونش حد هناك وتصفيها. ربنا يجيب العواقب سليم. ياك تكون حمدية كانت هناك وتكون النار ولعت فيها. يا بنت المسامح كريم. لا يما، ربنا بس هو اللي كريم، هو اللي يقدر يسامح. إنما أنا مش عارفة أكون كريمة ولا عارفة سامح. نسيتي؟ نسيتي لما شفتيها عملت إيه؟ النار ولعت فيكي وكنت هتكليها وكل غصب عني. يا بنتي لقيتها قدامي طص، ما عرفتش أمسك روحي. لكن بعد كده استعذت من الشيطان الرجيم وقلت يا رب وخلاص. حدش غيرها شيطان. كفاية أني مش قادرة أروح بيت أبو المعاطي أزور والدة زهار عشان أعمل الواجب، عشان ما أشوفش وشها العكر. على مهلك يا بوي. على مهلك فداك. رحمتك يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله. استغفر الله العظيم. إيه دي؟ إيه اللي حصل؟ ما تفهموني. النار يما، النار كلت نص الشونه. لا حول ولا قوه الا بالله. هنعمل ايه؟ الله جاب، الله خد، الله عليه العوض. كل اللي يجيبه ربنا زين. اكيد الحريقه دي بفعل فاعل. المخازن ما اتفتحتش من الصبح، يعني لا عامل دخلها ولا طلع منها. ايوه يا ابوي، هموت واعرف مين بس اللي يقدر يعمل كده. ربنا ينتقم من اللي عملها ويحرق قلبه زي ما حرق قلبنا. نسيت اقول لك يا ازهار، الدكتور جي. دكتور يما؟ مين اللي بعت الدكتور ده؟ ازهار. انا ما بعتش حد يما. هو قال لك ده وطلع ود احمد الحقنه. حقنه احمد ولدي يا بارك يا بار. استنى يا صفاء. ولدي بكيف حياتكم؟ كله تمام سعادتك. ما حصلش اي مشاكل؟ ما حصلش اي مشاكل. برافو كده، تبقى خدت اول قلم. Yeah.
جعان تطلع ارتاح. كويس يا جدي كويس. سعيكم مشكور. بقي في حياتك عمر. حياتك الباقي يا فوز. شد حيلك لو عوزت اي حاجة قول لي. تعيش تشكر. ومين الرجل ده؟ ده شريك الحاج حسنين الله يرحمه. سعيكم مشكور. سعيكم مشكور. شكر الله سعيك. برضو هتروحي العزا يا بنتي؟ ما بقدرش ياما ما روحش. أزهار جميلها علي ما يتنسيش. ما بلاش يا بنتي. أنت خايفة من إيه بس ياما؟ خايفة تشبط في حمدية. لا ما تخافيش مش هشبط بحد. وبعدين لازم أراعي ظروف أزهار في الحالة دي. لا سلام. يا ولدي يا عمري يا ضناي يا ولدي يا أحمد يا أحمد يا أحمد. قالوا حزينة قلت من يومي. وزعوا النوايب طلع الكبير كومي. يا ولدي يا ضناير يا أحمد. قالوا زي الجبل أقرد على نيابي كتر الحديث وخبط في جنابي. يا أمي يا ولدي كفاية يا ضناير. كفاية يا كبدي. كفاية يا ولدي. أحمد يا أمي أحمد يا أمي أحمد راح مني ولدي راح مني ولدي راح عايش عشانه ولدي. آه يا ولدي خدوك يا حبيبي خدوك يا حبيبي خدوك موتوك يا ولدي موتوك يا ولدي موتوك يا مرار يا زهر يا بتين موت دماغك يا زهر يا مرار يا مرار يا زهر يا مرار يا زهر. يا حسرة قلبك على ولدك يا حسرة قلبك على ولدك يا زهر. الصبر يا بنت يا رب الصبر يا رب الصبر يا رب يا رب صبرني صبرني على فراق ولدي. اتخطف في عز شبابه. صبرني على ولدي زي سيف اخويا ما اتخطف في عز شبابه. صبرني عليه. الله يرحم الاثنين. الله يرحمه. ولدي ما تتصوريش احنا اتصدمنا قد ايه لما سمعنا الخبر. وهو مين اللي ما اتصدمش يا رحاب؟ عندك حق خصوصا انور مموت نفسيه. حاسه ان اللي حصل مأثر على نفسيته وصحته مش هي. اصله كان تعبان شوية. تعبان؟ تعبان كيف؟ عنده ايه؟ ما قاليش ليه انه تعبان. ما تتخلعيش جوك دي. كان شوية تعب وراحوا لحاله. لا شكلهم كده ما راحوش لحاله. انور متغير مش ده انور اللي انا عارفاه. عايزاش نشربها ان شاء الله على روحي. حقق علي حقق علي يا منور. دمي فار يا اختي لما لقيتها قدامي طست كده مره واحده لا يحيم ولا دستور. قلبي قايد نار على اخوي أخوي اللي قتلته من غير ذنب. علي راسك هي يا أختي ما تزعليش مني. أنت كمان ولا يا أنور يا أنور يا ولدي مالك يا حبيبي قهرت على خوف يا ولدي. مالك يا ولدي مالك يا أنور حزنان على أخوك حزنان على أخوك يا حبيبي. كويس يا أم عاوز استريح شوية. حاضر يا ولدي حاضر. روح حطه روح على الصوان خد عز أحمد خد عز ولدي. وانت كمان يا أزهار سيبيه يرتاح. كتر خيرك يا أخويا. يلا يا راشد.
الحاج ده كلها؟ لا يا ماما ماليش نفس. طب يا حبيبي اعمل لك فرخه وشويه شوربه يرم عظمك كده. كتر خيرك يا ماما انا حنام. طيب يا حبيبي. تعالي يا رحاب. يا رحاب جات اهي، جات لك يا حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام. سلامتك يا ماما، حاسس بايه؟ كويس رحاب، كتر خيرك. ألف بعد الشر عليك، إن شاء الله أنا وأنت لعب. جماعة ما تقلقوش علي، أنا عشان جيت من السفر وما نمتش كويس فتعبان شوية. طيب يا ولدي نام يا حبيبي، نام يا ضناي. مسك على مهلك يا ولدي. يا نور مليش غيرك يا نور، شد حيلك يا ولدي. يلا نسوينا نام يا حبيبي، نام نام يا ضناي. اللي حصل دي كان ينفع عادي يا بنتي؟ ما عرفاش يا ما، ساعة ما لقيتها قدامي كده مرة واحدة حسيت اني صفيح الجاز، اترمى عليها عود كبريت مولع وهبيت. وكان لزومه ايه تروح العزا من اصله؟ ها؟ ما انت عارفه انك ممكن تقابليها هناك. والله لولا ازهار لا كنت طبقت في زماره رقبتها وما سبتهاش الا وهي قطع النفس. يظهر انك نسيت الاتفاق اللي بينها بنت عمي، وهتستكفي بشويه كلام في جناب حمديه. لا ما نسيتش، بس انت شايف الظروف يا رمزي. مالنا احنا ومال الظروف دي؟ كيف؟ لازم نراعي ظروف الناس، وخصوصا ان ازهار كانت جدعه معاي. الله يكون في عونها ويصبرها على اللي هي فيه. صح النوم يا ولدي. قوم 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 يا ولدي قوم. اسم الله عليك يا اخو. مالك يا نور؟ مالك يا حبيبي؟ ما دام قمت من النوم اعمل لك كوبايه شاي بلبن، ولا اقول لك هعمل لك عشاء احسن. لا تعيش يا منور، ما ليش نفس. مالكش نفسي ليه يا ولدي؟ ساعات ما جيت ما اكلتش حاجه. مالك حاسس بيه يا ولدي؟ يا ستي ما تكبريش الموضوع، شوية تعب وراحوا لحالهم وضروري فاق بعد الساعة اللي نامها دي. بعد الشر عليك يا ولدي، بعد الشر عليك يا نور، ما بقاش ليه في الدنيا غيرك، يا ريت انا وانت لا. بعد الشر عليك يا امه، ما تقوليش كده. مالك يا ولدي انخلعت كده ليه؟ الواد قلبه حنين على امه، مالك من كده ليه عاد؟ أقول لك يا نور، أنت يا ولدي هامل في صحتك، لازم أول ما ننزل على مصر تروح تجيب التحاليل اللي أنت عملتها دي. يا ريتني ما عملتها. ليه يا ولدي؟ في إيه يا ولدي؟ أنور مالك يا ولدي؟ أنت جبت التحاليل؟ أقول لك ميتة يا أمك، جيت على بلا وشي وطلع فيها حاجة التحاليل دي لا قدر الله، ولا سليمة والحمد لله. وترد يا ولدي فيها إيه؟ وأنا عارفة إيه اللي فيها، ما تقول يا ولدي فيها إيه الله يرضى عنك. عندي سرطان في الدم يا جدي. ولدي غبت ليه يا انشراح؟ اسكت ياما، السوق زحمه قوي قوي قوي. عارفه قابلت مين هناك؟ مين؟ البنت صفاء ويرزاق، بس قالوا لي خبر عكنن عليا قوي. خير يا رب؟ بيقولوا ان والده ازهار تعبان قوي ياما. لا حول ولا قوه الا بالله. اللي فهمته من البنت صفاء انهم بيشوفوا ناس عشان يتبرعوا له بحاجه من جسمهم. حاجه؟ حاجه دي يا بنتي؟ ما فهمتش ياما. المهم دلوقتي انا لازم اسافر لازهار علشان اكون جنبها، مش لازم اسيبها في الظروف اللي هي فيها دي. ايوه مين؟ ممكن ادخل يا حبيبتي؟ انشراح الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. تعالي يا حبيبتي. كيفك يا ازهار؟ الحمد لله يا حبيبتي. وحشتك كثير. وانت كمان. معليش صحيتك من النجمه وقلقت نومك. هو انا بنام يا حبيبتي، خليها على الله. طمنيني يا حبيبتي، فيك حاجه؟ لا يا حبيبتي أنا كويسة والحمد لله، بس أنا قابلت صفاء في السوق وقالت لي إن العيلة كلها بتعمل تحاليل عشان ينقلوا حاجة كده ما عرفاش هي إيه،
قلت انا كمان اجي اعمل التحاليل. يا حبيبتي بنت اصول، ربنا يخليك ينشرح شهامتك معاي، ما هنسهلكيش ابدا، وهي فرصه عشان ما تكونيش زعلانه مني في حاجه واصل، وتعرفي ان انا بحبك قوي وبعزك قوي قوي قوي. وانا كمان يا حبيبتي بحبك، ربنا يعلم. بس كان بيحصل مشكله ولا حاجه خليها لله، الواحد بينام ويقوم ينسى ايه اللي حصل. عارفه اجمل حاجه فيكي ايه يا ازهار؟ قلبك الابيض اللي زي البفته. عشان كده ربنا هيطمنك على ولدك وهيقومهولك بالسلامه. يا رب ينشرح، يا رب يقومهولي بالسلامه وما يجهرش قلبي عليه. امانه في رقبتك، تدعي له، ادعي له وانت بتصلي، يمكن ربنا يسمع من خشمك ان شاء الله. يا حبيبتي والله دعياله، دعياله يقوم بالسلامه ان شاء الله، ربنا هيطمنك عليه وهيقومه بالسلامه. اطمني يا رب ينشرح، ادعي له. شوف يا عاد، جاية دي مش عزومة مراقبية، أنا جاية بقلب سليم وبنفس صافية، وكل اللي حتطلبيه مني هعملهولك على طول. ربنا يخليك ينشرح. خلاص يا حبيبتي، عملنا كل التحاليل وإن شاء الله أنا اللي هطلع مع ولدي أتبرع له وأعمل معاه العملية. شاهد يا حبيبتي، حديتي على نور اخوكي؟ لا يما، لسه لسه. ليه يا حبيبتي ما عدتش علي ليه عشان تطمنيني؟ الدكتور هشام فين؟ راح للدكتور اللي عمل لكم العمليه، وبعدين هيعدي على نور، وبعدين هيجيلك. تعرف تنتين الكلام ده؟ ما احنا جايين من الفندق سوا. طب ما قلكيش بيت هنطلع منين؟ أنا وأخوك يا نور. إحنا مش عاوزين نستعجل على حاجة يا ست الكل، إحنا مش هنطلع من المستشفى إلا لما تقوموا بألف سلامة أنتي وأخوي. الله يسلمك يا حبيبتي، عندك حق يا بنتي. الدنيا الفانية بتلطم في الناس كده ليه؟ الناس بتتخطف واحد ورا التاني في لمح البصر. اللي بيحصل ده خلى عقلي يتبرجل. هنروح من ربنا فين؟ هنقول له ايه لو لطخنا يدنا بالدم؟ هنقول له الطار؟ ما هو ربنا موجود ياخد بطارنا ويخلص لينا. لو قتلت حمدي هتبقى ارتاحت من الدنيا واللي فيها، ولو قتلت بنتها عيلة صغيرة ذنبها ايه؟ مش هرتاح، هفضل عايشة بذنبها العمر كله. حياتي هتبقى مرار أكتر من الأول. بس مش قادرة، مش قادرة أنسى سيف، مش قادرة أنساك يا أخوي. متلخبطة، ما عرفاش أعمل إيه، ما عرفاش أعمل إيه. دبرني يا رب، دبرني يا رب. خير يا دكتور؟ في حاجة؟ طمني. خالك اتأخر قوي. اللي هتقوله لخالي قولهولي. تعالى يا أخ راشد، عاوزك. طب ما تقولي يا دكتور، أنا عاوز أعرف كل حاجة. استنى يا شهد، في يا دكتور؟ أنا مش عارف أقولك إيه. مش عارف تقولي يعني؟ لا أقول زي ما أنت عاوز. أنور. مال أنور؟ جسمه رفض النخاع اللي اتزرع. لا لا الكلام اللي هتقوله ده يا دكتور. انور انور انور، هيحصل له ايه؟ بخير والحمد لله.
تستطيع. يا أخوي مش أنا والله بخير والحمد لله. شهد بتبكي ليه؟ أنت كمان ليه؟ مش أنا والله بخير؟ لا ما تقوليش إلا بالله. الست دي مالها؟ بقيت مصابة ليه كده؟ يومات يا عيني بتروح المقابر وتفضل قاعدة فيها نص الليل. ما هي شافته ما يتحملوش حد، ولادها التنين راحوا ورا بعديهم. ياه ربنا يستر على بنتها كمان. يا جدع فلا الله ولا فالك، الكلام عن جه بينزل زي الكرابيه. وبعدين انت احمد ربنا ان ما فيش حد من اهلها هنا كان قطعك قطيع. الست يا عيني ادت حتة من جسمها لولدها وبردك ما فيش فايدة. جسمها ايه جاهل؟ حتة من دماغها. دماغها النخاع ده حاجة كده عاملة زي الانترلوب. بقول لك ايه؟ ايه في؟ انا مش عايز اسمع حسك واصل، حسك بيعصبني. اها يا مراري يا مرارك يا زهار يا ولادي يا ولادي. يا زهار يا شهد اخواتك التنين راحوا. قومي معايا اخواتك التنين راحوا. شهد هلكت حرام عليك. اخواتك التنين راحوا يا حبيبتي. انا مش تعبانه اتفضلي يا حبيبتي يا مرارك يا زهار. اسيبها وهي يا مرار يا على ولادي. انا قللت الاصل حتى يا خرابي. قومي معايا اتنين رجاله. هو سواد الشغله لسه بره يا مرارك يا زهار. جدي محرج عليه بنتي السنين يا ولادي. معايا نجيب لها لقمة تاكل تصل بطولها حتموت. مش عاوزة حاجة. خاف عليها. مش عاوزة حاجة جنبي. ده جنبي ولادي. لا خاف عليها مش هسيبها لوحدها. يا ولادي يا حبيبتي يا حبيبتي وقومي معايا. اه يا ولادي. قومي يا حبيبتي. يا ولادي يا مرارك يا زهر. يا مرارك يا زهر على ولادك. يا احمد. يا انور. يا ولادي. يا احمد. احمد يا ولدي الدودة قالت لك بالدودة قبلتك حالة والعيون السودة. يا احمد يا احمد يا ولدي سمعنا انا قاعدة جنبك يا حبيبي. يا نور يا نور يا حبيبي يا نور يا دنايا. مين يقول الازهار تهدى؟ مين يقول الازهار قلبها يهدى؟ مين يا ربي؟ يا مرارك يا زهر يا مرارك على ولادك. يا مرار يا ولاد النبي يا رب حكمتك حكمتك يا رب. كنت انتقم مننا انتقم مننا يا رب. والنبي يا رب والنبي يا رب. واكل ايه اللي انت جاية تاخديه يا شهد؟ ده احنا بقينا العيشة. عيشة ايه يا حجة؟ دي يا ولداه ما بترجعش الا وش الصبح. انا بستعجب
كيف بتقعد في الجبانة كل يوم من صباحية ربنا لغاية نص الليل؟ الله يكون في عونها بردك، دول ولادها التنين ولساهم شباب. الله يرحمك يا نور، يرحمك يا أحمد، ربنا يلطف بيكي وبينا زهر. قلتوا إيه؟ أخذ الوكل ولا لا؟ انشرح وقفة برا. لا لا انشرح، لا انا حذرتكم ووعيتكم، انشرح هي اللي قتلت احمد، وبكره تشوف، بكره تشوف. ما تيجي يا حاج، ناخد بعضنا ونروح لها. يلا يا حجه او نحاول معاها، يمكن ربنا يهديها المره دي وترجع معانا. ازهار يا بنتي، ازهار ازهار، قومي يا بنتي، قومي يا دنار، قومي يا حبيبتي، قومي يا زهار، قومي يا دنار، قومي يا بنتي، قومي يا بنتي، قومي، قومي يا حبيبتي، قومي يا دنار، يا قومي فين واسيب ولادي يما، قومي يا حبيبتي، قومي يا دنار، دنور واحمد يما، اسيبهم اروح فين، اسيبهم اروح فين، قاعد جنبيهم، قاعد جنبيهم. يا بنتي يا حبيبتي اللي بتعمليه ده شرك بالله واعتراض على امره وحكمه، الشيطان حيلعب بيك يا زهار. قوم يا بنتي، قوم استغفر ربي، استغفر الله العظيم، يا رب انزل لي صبر قد غلاوته بعندك يا رب. ايوه يا بنتي، ايوه يا بنتي. يا مين يقول لقلب ازهار يهدى؟ قوم قاعدين جنبك انت 9 اشهر، انت بقوم يا دنا 9 اشهر. وحد الله، قوم ربنا يصبر، وحد الله باب رجاله يا ابوي، وحد الله يا بنتي، قوم يا دنا، قوم قوم قوم، امك ايدك معايا يا شاه، قوم قوم يا شاه، قوم يا بنتي، قوم يا دنا، يا قوم قوم ولاد وامشي يا امه، صلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. يلا يا بنت، يلا يا دنا، مش عايز امشي يا ابوي، عايز اقعد جنب ولادي. يلا يا دنا، ما اسيبش ولادي وامشي، اروح فين، اروح فين يا امه؟ كفايه يا بنت اللي انت عملتيه، عشان خاطر يا امه ربنا بينتقم مني، استغفر الله، ربنا بينتقم مني، خد ولادي، خد ولادي، خد احمد وعمر، خد احمد وعمر، بس يا دنا يا كفايه، اروح البيت اشوف مين يا ابو، وحد الله.